يا منى تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرها؟ هذا وعى وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسفها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أيام الله. سننتقل الليلة بإذن الله إلى الكلام عن موقعة الأرك. وقبل أن أتكلم عن الموقعة وعن أحداث الموقعة، أنظر إلى ما كان قبل وقوع هذه الموقعة الكبرى التي هي من أعظم المعارك في تاريخ الأندلس، بل في تاريخ الإسلام، وهي لا تقل عن الزلاقة، بل إن بعض المؤرخين جعل الأرك معركة أكبر من موقعة الزلاقة، وسنرى هذا الكلام بإذن الله رب العالمين. كنا وصلنا إلى أن الموحدين سيطروا تماما على بلاد الأندلس في عهد عبد المؤمن، الخليفة عبد المؤمن ابن علي، كما بسطوا نفوذهم قبل ذلك على بلاد المغرب، وأزالوا وأسقطوا دولة المرابطين من الأندلس كما أسقطوها في بلاد المغرب. وعبد المؤمن ابن علي كان قد عين ابنه محمدا وليا للعهد، وتولية ابنه محمد حقيقة مما أخذ عليه. وهذا عندما نطالع التاريخ نجد أن هذا يقع فيه الكثير من الحكام ومن الملوك، فإنهم يعينون أبناءهم أولياء للعهد، وإن كانوا لا يصلحوا لهذه التولية ولا للخلافة، وهذا أدى إلى عواقب وخيمة ونتائج سيئة على مدى التاريخ من انحياز الآباء إلى أبنائه. فعبد المؤمن أيضا على نفس النهج عين ابنه وليا للعهد، وتختلف الروايات في كيفية تولية ابنه، فرواية تقول إن مشايخ وأمراء الموحدين الكبار هم الذين اقترحوا على عبد المؤمن ابن علي أن ينصب ابنه وليا للعهد، وأنه كان يرفض ذلك، ثم أمام الضغوط فإنه وافق على أن يعين ابنه وليا للعهد. هذه رواية. الرواية الأخرى أنه استمال المشايخ الكبار والأمراء من الموحدين، استمالهم وأغدق عليهم الهدايا والمال
وأوعز إليهم كأن الأمر أتى منهم أن يجعل ابنه وليا للعهد. وأنا أميل إلى هذه الرواية، ليس من ناحية السند، فالروايتان على ما أعلم على نسق واحد من السند، إنما أميل إليها لأن طبائع الأمور يعني ترشح ذلك، ترشح ذلك والله أعلم. وتقول هذه الرواية أنه اشترط لتولية ابنه أن يوافق ولي العهد عمر بن يحيى. عمر بن يحيى كان من كبار قادة الموحدين، وكان هو ولي العهد. وتقول الرواية أنه لما بويع لعبد المؤمن بن علي بعد ابن تومرت، فإنه بويع له كحاكم، وبويع لعمر بن يحيى كولي للعهد، فاشترط عبد المؤمن أن يوافق ولي العهد الأصيل وهو عمر بن يحيى. وصل هذا الكلام إلى عمر بن يحيى على أن عبد المؤمن اشترط لتولية ابنه العهد من بعده أن يوافق هو، فشعر عمر أن الأمر فيه مكيدة، فخلع نفسه أمام الخليفة من ولاية العهد، وبالتالي نصب ابنه الذي لم يكن صالحا على الإطلاق لأن يتولى الخلافة من بعد أبيه. فهذا في تولية العهد لابنه. ومن أعماله أنه أحضر وأمر بإحضار المصحف العثماني من قرطبة إلى مراكش. مصحف العثماني هو المصحف، أحد المصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار، وكان هذا المصحف من ميراث بني أمية، كانوا يفتخرون أنهم يمتلكون هذا المصحف. فعبد المؤمن كان من أكبر أمانيه أن يأتي بهذا المصحف من قرطبة إلى مراكش، إلى عاصمة الموحدين. وبالفعل أرسل لإحضار المصحف العثماني، وجيء به إلى مراكش، واستقبله خليفة عبد المؤمن في احتفال مهيب. استقبل المصحف العثماني في احتفال مهيب، وصنع له كسوة كبيرة وصندوقا كبيرا من اللآلئ ومن الأصداف ومن الذهب، ووضع في مسجد مراكش، وأقام لذلك احتفالية كبرى كما قلت. وكان يتبرك عبد المؤمن بهذا المصحف في حروبه، فكان يقدمه أمام الجيش في معاركه، وظل هذا المصحف مع أمراء الموحدين حتى زالت دولتهم. وفي نفس العام الذي أمر بإحضار المصحف العثماني من قرطبة إلى مراكش، أمر ببناء المسجد الكبير في مراكش، فبني المسجد الكبير في مراكش. عبد المؤمن ابن علي كان من آخر أعماله الصالحة أنه أمر لما انتهى من بسط نفوذ الموحدين على الأندلس، فإنه أمر واستعد وحشد الجيوش للجهاد ضد الممالك النصرانية الشمالية خاصة قشتالة، لتكرار اعتداءاتهم على بلاد المسلمين في الأندلس. فأمر بتجهيز السفن وبتجهيز الجيوش، وحشد الجيوش والأعداد الكبيرة على أنه سيعبر للأندلس للقتال وللجهاد بنفسه ضد أعدائه، ضد العدو. لكنه لما عزم على ذلك فإنه مرض، واشتد
عليه المرض فخاف أن يموت عند عبوره أو بعد عبوره، فعاد مرة ثانية، وفي هذه المرة الثانية تقول رواية أنه لما شعر باقتراب الأجل وباشتداد المرض عليه فإنه عزل ابنه محمدا لأنه رآه لا يصلح للخلافة على الإطلاق. وبالطبع هو كان يعلم ذلك عندما عينه، لكن كما قلت الأبوة ومحبة الآباء لانتقال الملك منهم إلى أبنائهم يجعلهم يغضون الطرف عن مساوئ أبنائهم وأنهم لا يصلحون للملك ولا للإمارة ولا للرئاسة. فتقول رواية أنه أمر بعزل ابنه هذا لما رأى أنه غير صالح. رواية الأخرى تقول لا، بل تركه على ما هو عليه، وأنه تولى الخلافة بعد أبيه لمدة 45 يوما فقط، ثم عزله أخواه، عزله الناس بمساعدة أخويه لأنه كان سيئا في كل شيء، سيئا في كل شيء، على إما هذه الرواية أو تلك الرواية، فهو عزل ولم يتولى الحكم، إما عزله أبوه وهذا يكون من أعماله الصالحة قبيل وفاته، أو عزله الناس وشارك إخوته في عزله لأنه لا يصلح. عبد المؤمن ابن علي اشتد عليه المرض، وفي عام 58 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله سبحانه وتعالى. فتوفي عبد المؤمن الذي كانت له اليد في إقامة وتأسيس دولة الموحدين من الناحية العملية بعد أن نظر لها ابن تومرت، وكانت فيه خصال طيبة كما أسلفت الكلام عنه، إلا أنه لم يفند آراء ابن تومرت التي ادعى فيها العصمة وادعى أنه المهدي، إنما لم يكن يدعي عبد المؤمن ذلك، لكن لم ينتقد ما ذهب إليه ابن تومرت. بوفاة عبد المؤمن انتقلت كما قلت إما إلى محمد ابنه الذي عزل سريعا، أو أن عبد المؤمن هو الذي عزله، فتولى الخلافة من بعد عبد المؤمن ابنه يوسف، وكان في 22 من عمره، وتولى الخلافة لمدة 22 سنة، وكان مجاهدا لكن ليس كأبيه، وكان أيضا يستبد بالأمر، يعني لا يشاور، وهذا أخذه من ابن تومرت ومن أبيه، لا يشاورون إلا في النادر، كان لا يشاور إلا أنه أقام راية الجهاد وعمل على استقرار الأمور في بلاد المغرب وعلى استقرار الأمور في الأندلس، وهو كان يعبر إلى الأندلس ويجاهد بنفسه في بلاد الأندلس. وفي إحدى هذه المرات في أخريات حياتي في أثناء جهاده ضد اعتداءات المعتدين من الممالك النصرانية الشمالية، فإنه كان يقاتل بنفسه وأصابه سهم وقتل شهيدا عليه رحمة الله في عام 80 بعد 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تولى الأمر من بعده، لكني نسيت أن أقول إن يوسف لما تولى الأمر وكان والده حشد الجيوش من كل أنحاء إفريقية
كل أنحاء البلاد المغرب العربي من أجل الجهاد ضد نصارى الشمال في الأندلس، فإنه سرح هذا الجيش وأعاد الناس إلى بلادهم، وقام بتوزيع الصدقات وإغداق المال على الناس، كانت له سيرة حسنة، لكن لم يكن في القوة كأبيه عبد المؤمن ابن علي. لما قتل شهيدا كما ذكرت في حروبه في الأندلس، تولى الأمر من بعده يعقوب ابنه، والذي يسمى في التاريخ بالمنصور الموحدي للتفرقة، لأنه يوجد المنصور غيره من بني مرين وغيرهم، فيطلق عليه المنصور الموحدي نسبة إلى الموحدين. والمنصور الموحدي هو يعقوب ابن يوسف، يوسف ابن عبد المؤمن. المنصور الموحدي تولى الأمر كما قلت بعد أبيه، وتولى الأمر لمدة 15 سنة، والفترة التي تولى فيها المنصور هي أفضل عصور الموحدين على الإطلاق، أفضل عصور الموحدين على الإطلاق تلك الفترة التي تولى فيها المنصور الموحدي، فكان مختلفا تماما، ويشارك بالطبع يشارك أباه وجده في محبته للجهاد، في محبته للجهاد، إنما كان مختلفا في كثير من الأمور عن أبيه وعن جده، فهو من أفضل رجال الموحدين، بل يعد من أفضل الرجال في تاريخ الإسلام. كان ورعا تقيا عالما محبا للعلم زاهدا يحب الشورى، على عكس أبيه وجده وابن تومر، كان محبا للشورى، وكان لا يقدم على خطوة إلا ويستشير، يجمع العلماء ويجمع القادة ويستشير ويأخذ بالمشورة كما أمره ربه سبحانه وتعالى، وكسنة أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر، وقال عن المسلمين وأمرهم شورى بينهم، فكان يعمل بالمشورة، وكان أقام العدل وأقام الحدود على أهله قبل أن يقيمها على الآخرين، وكان سخيا، وكان يجمع الزكوات بنفسه ويقوم بتوزيع الزكاة بنفسه، وكان كما قلت تقيا، فكان يصلي إماما الصلوات الخمس في المسجد بالناس، فكان هو الإمام في الصلوات الخمس، فكأنه أعاد إلى الناس سيرة الصحابة الكبار رضي الله عنهم، الذين كان الخليفة منهم يكون حريصا على أن يتولى هو إمامة الناس في الصلاة، وكما قلت كانت سيرته حسنة، فأحبه الناس لما أحبه الله سبحانه وتعالى، فمن جراء محبة الله سبحانه وتعالى أن يحبه الناس كما هو وارد ومشهور في الحديث. المنصور الموحدي لما تولى الحكم واستتبت له الأمور إلى حين، واجه أحداثا عظامة، وواجه ثورات متتالية عليه في إفريقيا وبلاد المغرب العربية، في بلاد المغرب فواجه ثورات متتالية، وخاصة وكانت أخطر هذه الثورات ثورة بني غانية، هو من قوم ابن غانية، يحيى ابن غانية، الذين كانوا يريدون
عودة المرابطين مرة ثانية، وكانوا يدعون على منابرهم للخليفة العباسي ويريدون إسقاط دولة الموحدين. شغل المنصور بهذه الثورات وكان يتحرك بنفسه لمواجهة هذه الثورات المتتالية في بلاد المغرب، وكان عقد معاهدة مع ملك قشتالة على أن يتوقف القتال وتكون هناك هدنة بين مملكة قشتالة وبين الموحدين، لكن مملكة البرتغال وقتها كانت أخطر على دولة على الموحدين في الأندلس من قشتالة، لأن قشتالة إلى حين يعني عملت بهذه الهدنة التي ستنتهي وتخرقها كما سنرى. فشغل المنصور بأمور بلاد المغرب، وهذا استغلته الممالك النصرانية الشمالية في الاعتداء على حصون المسلمين وعلى ثغور المسلمين وعلى بلاد المسلمين، وجاءت الاستغاثة والاستغاثة من أمراء الأندلس إلى الخليفة أن النصارى يفعلون كذا وكذا ويعتدون، حتى وصلت الاعتداءات إلى إشبيلية، بل وصلت اعتداءات إلى الجزيرة الخضراء فأرسلوا الاستغاثة تلو الاستغاثة. في هذا التوقيت الذي ملك قشتالة ألفونس الثامن أرسل إلى بلاد المسلمين وقال لهم إن الهدنة قد انتهت، وإنا سنأتيكم بجيوش لا قبل لكم بها. وبدأ في التنفيذ العملي في الاعتداءات كما ذكرت على بلاد المسلمين، كما قلت فلم يترك بلدا من بلاد المسلمين إلا واعتدى عليها كما ذكرت، حتى وصل إلى حصن الجزيرة الخضراء. وصلت هذه الرسائل، والمنصور الموحدي كان في طريقه لمواجهة ثورة بني غانية الكبرى التي ذكرتها، فكان في طريقه، فلما وصلته رسائل الاستغاثة، وهناك رواية تقول إن ألفونس هو الذي نقض الهدنة وأرسل بذلك كما قلت إلى البلاد الإسلامية، وهناك رواية تقول إنه أرسل رسوله ليجدد الهدنة مع المنصور الموحدي، إلا أن المنصور علم أن هذه مكيدة وأنه يريد أن يحيده وهو يعيث في بلاد الأندلس كما يشاء، فرفض تجديد الهدنة. على أي الروايتين فقد انتهت الهدنة بين ملك قشتالة وبين الموحدين. جاءت رسائل الاستغاثة كما قلت الكثيرة إلى المنصور، وهو في طريقه لمواجهة ثورة بني غانية في بلاد المغرب العربي. فلما جاءته هذه الرسائل حقيقة توقف، وهنا خطر على دولة الموحدين في المغرب العربي، وهناك خطر هنا من البني غانية والمرابطين، وهناك خطر في بلاد الأندلس من قشتالة. فماذا يفعل؟ فلا شك أنه أخذ يفكر واستشار. إن كان هنا خطر من ابن غانية فهم مسلمون، لكن الخطر الأكبر سيكون من هناك، من ملك قشتالة ومن ملك النصرانية الشمالية الذين يريدون القضاء على الإسلام تماما في بلاد الأندلس. هو بالطبع لن يسلم لثورة ابن غانية لإعادة المرابطين، لكن يعني لأنه من أهل العلم ومن أهل التقوى والورع، فقارن
بين أشد المفسدتين، هل يستمر في رحلته في القضاء على الثورة في بلاد المغرب العربي، أم يغير وجهته إلى بلاد الأندلس؟ شاور وجلس ووصل مع العلماء والقادة، ووصل إلى الرأي الصائب في هذه المسألة أنه يبدأ بالأهم، وهو أن يواجه ملك قشتالة وممالك النصرانية الشمالية التي تعتدي، ووصلت اعتداءاتها إلى المدن والحصون الإسلامية. فأمر بتجهيز السفن وبتجهيز الجنود، وأرسل، لم يترك أيضا، وهذا من ذكائه، لم يترك ثورة بني غانية بلا مواجهة، بل أرسل مددا إلى أمراء المغرب الأماكن التي فيها هذه الثورات، أرسل إليهم المدد وكلفهم بمواجهة هذه الثورات، وهو بدأ في تجهيز الجيش والسفن للعبور إلى بلاد الأندلس لمواجهة ألفونس الثامن. ألفونسو الثامن أرسل رسالة تهديد إلى المنصور الموحدي، هذه الرسالة يهدده فيها ويتوعده ويقول: نحن بانتظارك في الأندلس، وإن كنت لا تريد أن تعبر إلينا وتجبن عن المواجهة فأرسل إلينا السفن، نعبر نحن إليك ونقاتلك في أي مكان أنت تختاره من بلادك ولو في العاصمة. شوف لغة التهديد. هذا التهديد لما يأتي لقائد مسلم طائع لله سبحانه وتعالى ومقيم لشرعه لا يقبله على الإطلاق، لا يقبله على الإطلاق، كما حدث في المعارك قبل ذلك الزلاقة وفي غيرها. فكما قلت أمر بتجهيز الجيش وبالسفن وبدأ في العبور إلى الأندلس ليجاهد بنفسه ملك قشتالة واعتداءات نصارى الشمال على بلاد الأندلس، بلاد الأندلس الإسلامية. وبالفعل عبر إلى الأندلس، عبر مضيق جبل طارق إلى الأندلس، وأخذ طريقه إلى إشبيلية، أقام فيها عدة أيام، ثم اجتمع قبيل أن يواجه ألفونس الثامن في معركة الأرك، فإنه اجتمع مع القادة ومع العلماء لينظر الخطة المناسبة لمواجهة ملك قشتالة. على الناحية الأخرى كان ملك قشتالة أرسل إلى الممالك النصرانية الأخرى وأرجن ونفار وغيرها، ليون ونفار أرسل إلى الملوك أن يأتوا إليه بالمدد من الجيوش، لأنه سيدخل حربا كبرى ضد الموحدين للقضاء عليهم في الأندلس، ويرحل الإسلام عن بلاد الأندلس. فأعد العدة وجهز جيشا كبيرا، وكان هذا الجيش مدججا بالحديد، يعني على رؤوسهم بيضات الحديد اللي هي الخوذة، ويرتدون دروع الحديد. وجهز هذا الجيش الكبير، وقد اختلفت الروايات في الحقيقة في عدد هذا الجيش، فبعض الروايات تذكر أنه فوق 200,000، وبعض الروايات تقول أنه أقل من ذلك. على العموم في مسألة تقدير الأعداد، يعني ربما الإنسان يعني لا يستطيع أن يوافق على الأعداد، لكثرة الأعداد جدا أو تقليل
الأعداد. لكن كونه يخرج في حرب وهو يقول إنها حرب كبرى وإنه ينتوي أن يقضي على الموحدين في بلاد الأندلس، وهو يعلم مواجهة المسلمين وخطورة مواجهة المسلمين، وقد هزم ملك قشتالة قبل ذلك من جدوده في الزلاقة أمام يوسف ابن تاشفين، فهو يعلم ذلك جيدا. فهذا يجعلنا نرجح أن العدد كان كبيرا جدا. حتى في وصف المؤرخين الإسلاميين قال إنه تحرك في صفوف كهذه الصفوف كالظل كده، كمتتابعة كموج البحر، كالظل المتتابع في السراب. فهذا يدل على أنها كانت أعدادا كبيرة، هل فوق 200,000 كما ذكر بعض المؤرخين أم أقل من 100,000. المهم أن العدد كان كبيرا جدا، وكما قلت لا شك أنه جهز أعدادا كبيرة لأنه يعلم خطورة اللقاء مع الموحدين، ويعلم أن الموحدين عبروا إليه بأعداد كبيرة وسينضم إليهم أيضا الأندلسيون في معاركهم ضد ألفونس السادس. المنصور الموحدي كما قل تحرك في طريقه ليواجه ألفونس الثامن في قريبا من طليطلة، من طليطلة التي هو يقيم فيها، التي هو كانت حصنا حصينا كما ذكرت قبل ذلك. وكان الخطأ الأكبر لملوك الطوائف أنهم فرطوا في طليطلة التي لم يستطع أحد أن يفتحها بعد ذلك رغم الانتصارات المتتالية. صار في طريقه وأراد أن يواجه ألفونس الثامن قريبا من بلاده ومن حدوده، وبالفعل فاختار حصنا يسمى الأرك. هذا الحصن على الحدود ما بين بلاد الممالك النصرانية، يعني يعتبر هو نقطة حدود ما بين بلاد المسلمين وممالك النصرانية الشمالية. واختار هذا الحصن الأرك وعسكر قبله، وكما قلت عقد مؤتمرا للمشورة. فتكلم ابن صناديد من الأندلسيين وكان قائدا كبيرا ومشهورا، فأشار عليه بخطة، هذه الخطة كخطة الزلاقة تماما، كخطة الزلاقة تماما. فمن الممكن أن يكون ابن صناديد سمع بها علمها لأنها جاءت وفق خطة الزلاقة. فأشار عليه أن يقسم الجيش إلى أقسام، ميمنة وميسرة وقلب، وأن يكون هو المنصور خليفة منصور الموحدي خلف الجيش، خلف الجيش بفرقته هو كما فعل يوسف ابن تاشفين، أن يكون خلف الجيش، وإذا استدعى الأمر أن يتدخل عند الضرورة، فإذا انتصر الجيش بدونه فخير، وإن هزم فإنه يتدخل على اعتبار أنه يكون الملاذ الأخير في المعركة. فوافق القادة على هذه الخطة، وبدأ الجيش ينظم على وفق هذه الخطة. المنصور الموحدي قبيل المعركة وهو كان يصلي حقيقة، كان تقيا وارعا كما ذكرت، فكان يقيم الليل بكامله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينتصر، متمثلا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وفي غيرها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي
فأثناء ذلك أو بعد يعني في هذه الليلة أخذته غفوة فرأى رؤية، رأى رؤية، في هذه الرؤية رأى أن بابا يفتح في السماء وأنه ينزل منه ملك، وهذا الملك يحمل راية خضراء، وبشره بالنصر على الأعداء، وقال له شعرا، ويعني وقال إنه لما نصر الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى كما وعد إن الله ينصر من؟ من ينصر؟ استبشر خيرا بهذه الرؤية. ومسألة الرؤى يعني البعض يقول يعني الرؤية هذه دروشة، ليست دروشة، لكن هذا يعني الرؤى لها ضبط شرعي، لها ضبط شرعي، وهي من المبشرات كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة. إذن هي بشريات ومبشرات. وأيضا في حديث أنس في الصحيحين أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن هناك رؤى صالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. ولعلك تتذكر معي الرؤية التي رآها أبو العباس القرطبي في الزلاقة، في الزلاقة لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية منامية وبشره ببشارتين، بشره بانتصار المسلمين في الزلاقة وبشره بأنه سيموت شهيدا من غده. فهذه الرؤى كما قلت بينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى المنصور الموحدي هذه الرؤية التي يعني أسلجت قلبه وكانت بشارة له على نصر الله سبحانه وتعالى له. أتوقف عند هذا القدر، على أن أستأنف في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمةٌ